رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي يطالب خلال استقباله للسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولار برفع حظر سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس أوضح في اللقاء بأن السلام في اليمن لن يكون إلا وفق المرجعيات المتفق عليها، مشيرا إلى خطورة تحويل الميليشيات الانقلابية لميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية. قوات الجيش والمقاومة تتمكن من تحرير عدة مواقع في منطقة المدفون بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بعد مواجهة عنيفة خاضتها ضد الميليشيات. رجال المقاومة الشعبية بقيفة رداع محافظة البيضاء يستكملون السيطرة على موقع السميط في بلاد آل الجوف بالكامل بعد اشتباكات قتل فيها مجموعة من عناصر الميليشيات الانقلابية. صحيفة الشرق الأوسط تنقل عن مصادر حكومية قولها بأن خطة تحرير محافظة الحديدة باتت جاهزة وإن حالة التفاؤل متزايدة لدى اليمنيين بتحرير مدينة الحديدة. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يؤكد في تصريح صحفي أنه لا حديث حول إنشاء مناطق آمنة في اليمن، مضيفا بأن الخبر كان خطأ صحفيا فقط. المخلافي اتهم في مقابلة تلفزيونية أخرى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري بإفشال مسار الكويت للسلام بوضع خطة بنيت أساسا لشرعنة الانقلاب وهو ما رفضته الحكومة الشرعية. وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتحي يقول بأن الميليشيات تواصل احتجاز المساعدات الإغاثية المخصصة لمديريات محافظة تعز في نقطة البرح، واستغرب من صمت ممثل برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز وعدم إدانته لتصرفات الميليشيات. الخارجية الإماراتية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي وتسلمه مذكرات احتجاج حول تزويد إيران بطريقة غير مشروعة أسلحة لميليشيات الانقلاب في اليمن. رابطة أمهات المختطفين تنفذ وقفة أمام مقر الجهاز الأمن السياسي في صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا من سجون ميليشيات الانقلاب دون قيد أو شرط ورد الاعتبار لهم.